السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حيكم من جديد من أرضية ملعب السميوني الرياضي الكائن، في تحديدا في منطقة العوادل قرب الجسر الفرنسي في نهائي بطولة كأس العرب الكروية التي يلتقي طرفيها فريق النوارس يواجه فريق الاستقلال. طبعا المباراة بتغطية قناة السفاح الرياضية وصوت الزميل المميز فرحان الروسي. ابقوا معي ومشاهدة ملخص كامل عن هذا النهائي الكبير. العب يا حبيبي اتمرن، العب بالساحة اتفنن، العب يا حبيبي اتمرن، العب بالساحة اتفنن، يعجبني اشوفك لاعب، اسمك يملي الملاعب، يعجبني اشوفك لاعب، اسمك يملي المشاهدين والمتابعين. اكيد انا وياكم نرحب بالاستاذ او الكابتن الكبير رئيس رابطه نادي الطلبه عدي الطلابي، وايضا الكابتن حسن الخليل مدير ملعب السميون الرياضي في نهائي بطوله كاس العرب. طبعا اكيد حضورك دائما مشرف وما يعطي نكهه لهذه الجماهير الحاضره في ملعب السميون الرياضي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم بعد دعوه، مو بينما مو دعوه، هذا حب الي وتقدير واعتزاز من الكابتن ابو ياسر العوادل، قبلة حب وتقدير المن السفاح الاعلام اللي هو نمبر 1 على القرغوليه وعلى قريه العوادل وعلى النور 1 بدون تملق. اليوم احنا بقريه العوادل بعد دعوه الي، وانا جيت بملابس العمل، هذا شرف الي، لان اكو قول للامام علي عليه السلام شو يقول به؟ يقول رائحه العمل خير من مسك البطاله. اليوم احنا بملعب الكابتن القدير، تحياتنا وقبلاتنا الحارة إليه، الكابتن حسن سيميوني والكابتن الابن البار المصور القدير عبوسي ابن السفاح الذباح الجراح، تحياتنا إليك. نقول لهم إن شاء الله نشوف مباراة تليق بسمعة هذين المنطقتين اللي هن ساخرات بالرياضيين والأكاديميين والطيبين، وأتمنى لهم كل الموفقية من أعماق قلبي والله العظيم. وأنا اليوم جيت هنا أنقل تحياتي وقبلاتي لعشيرة العوادل اللي يستقبلون ببيتهم، بيت الشيخ وأولاد العم الشيخ تركي، تحياتنا إليه. ونقول له الكابتن أبو يوسف أبو ياسر العفو مشكور على دسمة لكناها. اليوم نقول لكم إن شاء الله نشوف مباراة تليق بسمعة الفريقين. أحضر له طلب من عندي. أنا قاطعك بخير، قال يسأل الكابتن حدي شنو رأيه عن فرحان الروسي. كابتن فرحان الروسي غنى عن التعليق، صوته ازدواجي مزهري ايقاعي، انا كل ما اشوفه كل مباراه احضرها اشوفه طولان شبر، العالم طول ولا يسأل شبر، شنو دوده تنقز. انقل تحياتي لهم ان شاء الله نشوف مباراه تليق نحو الازدهار. كابتن عدي انا قاطعك بخير، يعني تعرف ما عندنا وقت، اريد اخذ من عندك ولو شيء بسيط. كان انا خادم لك. كان من الممكن اليوم ان نتشرف بنجم المنتخب الوطني العراقي الكابتن حسن عبد الكريم قوقيه، لكن حقيقه بسبب التخوف والعقوبات الصارمه من قبل الاتحاد، يعني ما اعرف اليوم شنو السالفه. الوسط الرياضي اصبح يعني شنو، يعني ليش يتخوفون على لسان الرياضيين هم اللي بمنطقه العوادل، تحياتنا لهم. وسالتهم على هذا الشيء، قلت لهم تحياتنا له وان شاء الله الموفقيه بناديات جديد زعيم الكره العراقيه. قلت لهم كابتن حسن قوقيه على لسان الكابتن ابو ياسر قال اليوم راح يقدمون نادي الزوراء للاعلام، وان شاء الله الموفقيه له، لانه هو احد اعمده المنتخب. السؤال مو هنا. نعم. الاتحاد العراقي اي لاعب سواء كان يعني لاعب منتخبات او انديه محليه يراسل يصدرون له عقوبه، مجرد اذا يجي ضيفهم يعاقبونه يعني. اليوم كابتن احنا نتكلم بلغه الحوار، خلينا نحكيها طق بطق. اليوم انت الاتحاد مالك خلينا نحكيها بالله مركزي، مدمر وليس معمر. تحياتنا للاسماء اللي بي واعمده المنتخب الوطني واسماء معروفه واسماء بارزه ونجوم، بس شنو هذا الشيء اعتقلوه افتقدوه من يمكم. هذول اللاعبين تحياتنا لهم، وان شاء الله العوده والموفقيه ونشوف دوري مزدهر والعوده للكره الطلابيه. وتحياتي لك وموفقين ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. اذا حبيت المشاهدين والمتابعين الان
من جديد نكمل لقاءاتنا مع الكابتن حسن خليل العادلي المدير الرسمي لملعب السيميوني. طبعا اكيد الاستقلال يواجه فريق النوارس في نهائي بطوله كاس العرب، تكلمنا عن هذه البطوله وايضا عن هذه الجماهير الحاضره، حقيقه جماهير كثيفه بدات تحضر الى ملعب السيميوني. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك كابتن نهاد على حضورك اليوم في ملعب سيميوني الرياضي. اليوم احنا جاهزين كافه البطولات، نجوم العرب وغير البطولات. اليوم احنا نشوف فريقين عريقين اليوم يمثلون هاي البطولة، بطولة نجوم العرب نوارس ديالة والاستقلال أم العبيد. اليوم راح نكون مباراة تليق باسم هاي الشخصيات الرياضية باسم الجمهور. اليوم احنا وفرنا لهم على كل شيء بحيث ننجح هاي المباراة النهائية. مباراة تعرف نزلنا منشور كان من الممكن اليوم يتواجد النجم نجم منتخبنا الوطني الكابتن حسن قوقية، لكن ما نعرف شنو سبب الاعتذار، واريد توضح لنا يعني بالصوت وصوره لجميع المشاهدين. والله العظيم احنا تواصلنا وياه قبل 4 ايام وانا رحت البيت شخصيا. البارحه كان موجود؟ لا البارحه بس انا رحت البيت شخصيا والرجال قام لنا بالواجب واعتذر بسبب اليوم دعوته نادي الزوراء، دعا عليه يقدم مؤتمر يقدمونه للجمهور للجمهور، بس البارحه قال ما اقدر اجي، اجى البارحه وسحبوا وياي القرعه مال بطولة المحبة والسلام، اجى اعتذر البارحة وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق بالنادي الجديد. حتى جمهورنا الرياضي يكون على بينة يعني. والله العظيم اكد ان شاء الله اكد يجي بس وقادم افضل وان شاء الله يشوفون ان شاء الله اكد دعم ان شاء الله الملعب السيميوني. اذا احبة المشاهدين والمتابعين، النوارس يواجه فريق الاستقلال في نهائي بطولة كأس العرب، ابقوا معي ومشاهدة ملخص كامل عن هذا الافتتاح الكبير. القيادة العالمية لهذا السازر، لا ننسى لنا
الحضور الرسمي لقناة الصفاحة نعم تتواجد لتغطية هذه المباراة لهذا الديربي. إذن البداية للنوارس هي الله 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 على البداية الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أجمل ورق الأقدام. ما زالت تستمر حنوش تصوب لكن التصدى من حسين الكتيبة. الآن النوارس للكابتن عامر عبده القيادة الفنية في المباراة. المسؤول لكل الشخصيات الرياضية الحاضرة المتواجدة في هذه المباراة. إذا نبدأ الآن عاشق للكتيبة الطلابية عودية الطلابية المتواجد في مباراة اليوم كذلك اللكبات للحاضرين. نعم كابتن أبو رسول سامي عبدة كذلك اللكابتن الرسم أبو شهدة كذلك اللكابتن قاسم والكابتن خالد منعم كذلك الكابتن حسين جوسمة والكبير والرهيب غازي الكتالوني كذلك وليد الموسيقار محمود وليد ومحمد الشعيب ياسر العراقي سيد قاسم ماهر مرفوق حسين علي حاتم الويزة وبهاء ابو اسد الذي يحضر في مباراة اليوم. لكن خلينا يلعب الكرة حادر يرسل كرة نار كرار التعصوب لكن نار بالمباراة وبتوفيق الإعلامي نهاد السفاحة قناة السفاحة نمبر 1 في كل مكان لا توازد لنقل الأحداث الرياضية للميادين الشعبية. السفاح من أجمل ما يكون في هذا الكون. لا ننسى السفاح الصغير ساحب العدسة الذهبية عباس يتواجد في هذه المباراة. معركة كروية كبيرة معركة كروية تاريخية معركة كروية. لعب الكرة علي فيصل محمود أم علي حوار كبير جدا والبرازيلي في فورمة كبيرة حيدر في فورمة كبيرة جدا فورمة رهيبة. إذا الجنة التصويب يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هو حيدر هو البرازيلي أمه كاسيميرو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام روينا العادة يا نهادة الله 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 لاحظ 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 شوف 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 حطا لعبة معلمة. يا سلام يا حيدر وحصف ليلتك يا برازيليا ليلتك يا برازيليا فرصة كانت عرضية لكن عودة دفاعية من كرار حيدر نجم الشوط الأول يلعب كرة لكن عصفور لم يتعامل معها يريد العودة في المباراة ديربي كروي كبير لا يتفى أبدا في هذه المباراة. عودة الكرة حمودي ينتظر المساند الآن وسط الميدان الآن اهتزوا في هذا الهدف فالهدف المباغة بهذه الكيفية تنطلق صافرة الختام. إذن الآن ننقل الصوت والصورة لقناة السفاح الرياضية ختام الصوت الأول تعادل حبايب بين الفريقين هدف لكل فريق. نتمنى لهم التوفيق ناس محايدين ان شاء الله لكن اريد الرؤيه الفنيه لدى احد الطلاب الفنيه بدون تملق بدون مبالغ. انا شفت فريق النوارس الاكثر جديه على المستوى الاخضر بس ان شاء الله الموفقيه على مقاطك للفريقين ان شاء الله التوفيق من الاصفر لان شفت الاصفر افضل بس شوي بعض التعاون الكره بعض الانانيه انت
انت كل لاعبينه حنانين ان شاء الله. وقول ام العبيد الاستقلال العفو اجى من خطا دفاع فادح حسن ان شاء الله يعوضون ما فاتوا بالشوط الاول ان شاء الله. الموفقين للنوارس وفريق الاستقلال وملك انت وعبكم ليله. انت ما شاء الله عليك انت مو بس مشجع الله ها انت محلل كبير انت يعني الاصفر يمتلك اوراق شوط ثاني ان شاء الله اذا كان يمتلك البديل الناجح ايه وان شاء الله المدرب ما يبحثر اوراقه يمتلك اوراقه ويتقنها بالدقه الصحيحه الشوط الثاني ايه راح ان شاء الله. كابتن هم يمتلكون ثلاث لاعبين سوبر عتم باسم المميز عبد الله الشمري واكرم احنا يوم تحياتنا كابتن عبد الله والكلهم ايه؟ ان شاء الله قلت لك الموفق واليوم المنتخب ما يمتلك اللاعب السوبر ولا البلد ولا الدوري. انت فرق شعبيه كابتن ان شاء الله على الفرق الشعبيه. انا رؤيتك قلت لك من نظره الزاويه الوحده شفت الفريق الاصفر والفريق النوارس ان شاء الله الموفقين. تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا. أحبة المتابعين سعد الله يوقعهم من الآن على كتيبة نجوم السعادات بخمسة أهداف وبعد بالانتصار في المباراة الختامية بنتيجة 4-3 على كتيبة الاتحاد بعد مباراة ماراثون تواصل مستمر بهذا اللقاء. إذا المتعة ما زالت هنا متواصلة استمادة كبيرة جدا وارسلان محاولة وسط الميدان النوارس هي محاولة من ركل المرتدة مع هالو جبال حاط الكرلان علي ينتظر المساندة. يا سلام يتألق فيها باللقطة يا سلام ابداع ما بعد ابداع يستمر لغاية الآن. العب الكرة على السورة عود الكرة الآن للخطوط الخلفية الفرصة كانت قريبة جدا ينتظر المساندة الآن إمكانية العبور يا سلام لغاية الآن ينسى الكرة قاسم تصويبة لكن حارس المرمى الآن لاحظ الإمكانيات الكبيرة الإمكانيات الرهيبة إمكانيات مستمرة متواصلة في اللقطة الماضية لكن الثانية الله 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد رهيب 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 الثانية الله على الكبير لاحظ الإعادة الآن لاحظ بعدسة السفاحة في الإعادة في إفادة يا سلام هي النوارس يسعلها الآن الأصفر للثالث يا سلام على تصويبة كانت قريبة جدا وقعتها للكبير على الرياضة قبل هذه المباراة لكن الآن نقول باي 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 أم ماذا لكن القرار لحكم المباراة إذن كلنا يريد سعد نورنا القرار سعد إلى جانب كلنا ولعت المباراة ولعت القمة الآن جن الجنون في هذا اللقاء وفي هذا المشوار إذن الحديث لكن القرار ربما الآن هي الله 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 فاصل هي جول هي الاستقلال يسجل الثانية شوف إذن حيدر مرة أخرى الآن 4-2 الآن 4-2 كل شيء وارد كل شيء وارد لقطة تتواصل هنا عاد الصفراء محاولة أمامية لكن بالأخير سلام بالقوة البدنية الكبيرة جدا يتدخل
هذه اللمسات، هذه اللمسات، هذه اللمسات الكبيرة الرهيبة، رهيبة المباراة، رهيبة المباراة، رهيبة الآن الخامس، الخامس، ولكن التصدي في اللقطة الماضية. ما الذي يحدث الآن؟ اشتعلت المباراة، نعم اشتعلت القملانة، هل سنشاهد شيء جديد؟ نعم في الدقائق القادمة. وامس الكرة سلامة على الصيد على تنفيذها التاريخ الكبير والعريق، بينما كرة قادمة، هي 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 هي، غير معقول في المرة، مش مقبول في المرة، فرصة نلعب في الوقت البديل، أربع دقائق للتاريخ، أربع دقائق وينزل الصفار، بينما فرصة قادمة، المحاولة القادمة الآن، رتمها كبير جدا، بينما الآن لا 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 غير معقول في المرة، لعب فرصة كانت قريبة جدا، لكن ردة فعل، ردة فعل قد تكون لا في هذه المباراة تصويبة لكن بعيدة أيضا مرة، لكن الصافرة دقيقتين من الوقت المضاف المتبقى لنا، دقيقتين بالكثير، ولكن صعب صعب في الوقت القاتل، تصويبة لكن بعيدة. نعم 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 يتواجد، لا ننسى الكابتن رعد ايضا متواجد، نعم نعم في مباراة كبيرة، ولكن خلينا في المرتدة، نعم هذا هي محاولة، لكن تصويب، لكن الحكم ماذا قرر؟ احتيس الاستمرار، انتهى كل شيء بعد هذه المحاولة، انتهت لنا، النقول خلاص، النقول خلاص، النقول باي باي فلس سيزارنا، انت شكرا لكل المتابعين، انت نعم نلتقيكم بأكبر موعد كروي قد لا والله ما نهتم، لا والله ما نهتم، عالعهد نبقى وياك، قلت بشوي الدم، قلت بشوي الدم، يحجون ما يحجون، لا والله ما نهتم، لا والله ما نهتم، عالعهد نبقى وياك، قلت بشوي الدم، قلت بشوي الدم، من الصدور مهواك شجع احنا بزود صوت يا